عطاتنا الكلمة باش نوصلوها للمسؤولين. حنا آباء وأولياء الطلبة النازحين من أوكرانيا قهرًا، والذين كانوا يدرسون في أوكرانيا في مجموعة تخصصات كأطور غادي تنفع الوطن القدام، ماذا نطالب؟ نطالب بإدماج أبنائنا في الكليات المغربية في جميع التخصصات بدون استثناء وبدون شرط او قيد. ومعنى ما وانا اقصد الشرط هو الامتحان، بدون امتحان وبدون مباراه. بل اقترح ان يكون هنا تكوين زمني، مثلا مدته 3 أشهر 4 أشهر ولا 5 شهور ولا 6 شهور، باش يتضبطوا على هذوك المناهج اللي كيتدرسوا هنا في الطلبه اللي كيتدرسوا في الجامعات المغربيه ويتدمجوا، ولكن في التخرج ما يكونش ليكيفالونس. ثانيا هناك الجمعيه الوطنيه عندها اقتراحات وعندها حلول، ولكن ملي غادي تجلس مع المسؤولين غادي تطرح دوك الاقتراحات والحلول، وهذا الشيء اللي كاين. وهدفنا كاع هاد الناس اللي حضروا من جميع المدن المغربيه والدواشير والقرى عندها هدف واحد، هو يتلقى الحل. بغينا حل آني، بغينا حل آني. وكنعاودها الطلبات نتاع الطلبه والطالبات نتاعنا، حل آني باش نهيو هذا المشكل. حنا ما عندنا حتى شي مشكل، ولادنا خصهم يقراو، هذا هو اللي عندنا، هذا هو المشكل اللي عندنا. والسلام عليكم. الجمعيه الوطنيه تحيه نضاليه، الجمعيه الوطنيه تحيه نضاليه، الجمعيه الوطنيه تحيه نضاليه، الجمعيه الوطنيه للاباء والامهات تطالب بالادماج معاهد الكليات. الجمعيه الوطنيه للاباء والامهات تطالب بالادماج معاهد الكليات. الجمعيه الوطنيه للاباء والامهات تطالب بالادماج معاهد الكليات. الجمعيه الوطنيه المضمون ديال هذا التواجد ديالنا، اللي انا ما نعطيش وقفه الاسم ديال الاحتجاج، بل انه كنوقفوا باش يعني نساهموا ونشاركوا وزاره التعليم العالي على ايجاد حلول مشتركه اللي غادي تاخذ بعين الاعتبار المشاكل ديال الابناء ديالنا. من بين هاد الحلول، الى البلاد هي كتعرف النقص ديال الموارد البشريه فيما يخص الاطباء، وانا ام لطالب بالسنه الثانيه طب العام. المقترح ديالي الدولة مادام حلات الباب للأطباء الأجانب، حلات، أنا كنأكد بحكم يعني العمل ديالي من مصادر موثوقة أنها حلت الباب أمام الأطباء الأجانب واستثنت جميع الشروط، بالعكس حيدت الشروط اللي كانت كتقيدهم باش راهم يلتحقوا بسميتو بالبلد باش يتأنصلوا فيه. بالتالي هي حيدت القروض وفرضات شروط على الأبناء ديالنا اللي هما أولى أنهم يشتغلوا في البلد ديالهم. الكفاءات اللي كونت خرجتهم على برا البلاد وكتستقبل دابا كتطلب الاجانب كيف ما كان المستوى ديالهم، ما هضرتش على بشحال ناجحين، ما هضرتش شحال الكفاءات ديالهم ولا كيفاش تكونوا. وبالتالي حنا
منها النقص، با ولادنا اولى بالادماج، ولادنا اولى بدل اننا غادي تحل الباب باش يجيونا الاجانب وما فرضات عليهم لا لغه، ما فرضات حيدات الشروط اللي كانت تزيرهم. دابا وحنا وضعت شروط باش تقيد الاطفال الابناء ديالنا اولى انهم يداويو ويشتغلوا في البلد ديالهم. حنا كنقترحوا هذه حلول، ماشي باش كنعرقلوا وزاره ولا الناس المسؤولين. كنشكرهم على المجهودات اللي دايرين، وعارفه بان القضيه صعبه مادام العدد كثير اللي هو خصها تحل المشكل ديالو. وحنا كنشكروهم كيف ما كانت الامور، حنا جايين هنا ماشي باش نحتجوا على العمل ديالهم ولا كنقصوا من الكفاءات ديالهم، حنا جايين نمدوهم باقتراحات اللي نلقاو حلول جميع، يعني جميع الحلول للابناء ديالنا. اولا مادام نقصت السنه ولات الدراسه 6 سنين وليداتنا اولى. وشكرا. الطالب راه محتاج للادماج الادمية. لا لا ثم لا امتحانات الوهمية. 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 لا غيرها في المزبلة امتحانات المزبلة. غيرها في المزبلة امتحانات المزبلة. والإدماج ولا بدا. امتحانات المهزلة. الجمعية الوطنية تحية نضالية. الجمعية الوطنية تحية نضالية. الجمعية الوطنية تحية نضالية. الجمعية الوطنية للآباء والأمهات تطالب بالإدماج معاهد الكليات. الجمعية الوطنية للآباء والأمهات اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.